معي عبر الهاتف مشاهدينا السيد فرج المجبري المحلل السياسي من مدينة بنغازي. سيد فرج أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أخي نصف، تحية لك ولكل مشاهدي قناة تناصح والأخوة العاملين في القناة. حياك الله سيد فرج. بالنظر للحالة الأمنية التي تشهدها بنغازي، يعني لاحظنا في 2013 قبل انطلاق عملية الكرامة مسلسل الاغتيالات، إن صح التعبير هذا ستايل الجديد الذي تنتهجه الكرامة من تفجير الناس داخل المساجد، برأيك ما الغرض منه وإلى أين يمكن أن يقود مدينة بنغازي؟ بداية هي نترحم عن من قتل في هذا التفجير الغاشم، ونسأل الله العلي القدير والشفاء للجرحى. وللأسف الشديد هذه العبارة كانت في بداية الثورة، ونحن اليوم على مشارف نستقبل الذكرى السابعة لثورة فبراير. كانت مثل هذه العبارات تقال لمن قتل وهو يدافع عن قيم العدل وضد حكم القذافي، وجرحى بذلت دمائهم لأجل هذا الأمر. اليوم بنغازي تدفع يقتل فيها من يقتل ويتم جرح من جرح أمام المساجد لأمر غير ما أرادته شرارة الثورة. لكن حقيقة أخي مصطفى، هذا الأمر إنما هي تغير أدوات وقيد للثورة المضادة الذي بدأ مشروعها كما أشرت منذ عام 2013 حين بدأت عمليات الاغتيالات، وكان الغاية منها هو خلق حالة من عدم الاستقرار وتوجيه الجموع، إلى أن هذا الأمر إنما هو ناتج على عدم وجود المؤسسة العسكرية وعدم وجود تفعيل مراكز الشرطة، وإن من يعيق ذلك هم الثوار الذين هم بالقل نقيفة. ثم لتأتي بعد ذلك ما يسمى بعلي الكرامة لتزعم بأنها ستنهي هذه الحالة من الفوضى وستعيد الأمن إلى بنغازي بعد قتال يعني استهدف هؤلاء الثوار من كان يراهن عليهم حقيقة في إقامة دولة المؤسسات ومنها مؤسسة الأمن. اليوم غابوا عن المشهد كما يزعم الكثير، يعني أو نظن أنهم غابوا عن المشهد. ثلة كانت البقية التي كانت تقاتل في منطقة خربيش، اليوم التحرير غير منقوص، يحرج الكرامة في حالة الفوضى التي نراها، مظاهرات يوم واحتجاجات يوم الخميس، وكذلك اغتيال البوابات، بس كلها على أشخاص، من يفعل ذلك لأجل دعيم والآخر لأجل محمود الوصلي، بينما القتل الذي أصبح شهارا في مدينة بنغازي لن نجد من يخف ليحتج عليه أو يطالب من هم راهنوا على أنه سيحقق الأمن ليضع حل لهذه الحالة من الفوضى. حقيقة الأمر مؤسف جدا جدا لما يحدث في مدينة بنغازي. بنغازي التي يعني منها انطلقت شرارة الثورة، بنغازي هي التي كانت طيلة عهدها عصية على كل ظلم لا تأباه نتمنى. طيب سيد فرج، يعني لأهل بنغازي وهم المعنيون أولا وأخيرا بأن يقفوا وقفة جادة إزاء هذا الأمر. يعني طيب سيد فرج، يعني تفجير المساجد من المستفيد منه في مدينة بنغازي؟ هل يسعى مثلا حفتر بعد انتهاء العمليات القتالية في بنغازي أن يوجد أسباب لقبضة أمنية أعنف مما كانت عليه في السابق، أو حتى لتصفية ربما بعض الخصوم، أو يعني إطلاق اليد لبعض الأشخاص حتى ينتقموا كما يشاءون؟ يعني من المستفيد تحديدا من تفجير المساجد في مدينة بنغازي؟ نعم، حقيقة هذه الأعمال البشعة التي لا يعني لا يحتاج فيها لا ديانات لا عرف لا شيء، هم يقولون بذلك أن يوصلوا رسالة مطالبة حول إرسالها لينسق التهمة بين من يقوم بذلك كما صرح المجلس النواب بالمصطلح الإرهاب، هذا المصطلح المطاط الذي إلى الآن حتى على مستوى دولي لم يوضع له تعريف واضح، لأن إذا ما عرف ووضعت معايير حقيقية لكل فعل إذا فعل فينسب إلى الإرهاب، فهم بذلك بالتأكيد سيطالبون بمحمود الوصلي الذي نتفاجأ يعني من المسمار يقول اكتشفنا أخيرا بأنه هو كان المسؤول على عملية الإعدامات الأخيرة، وهو كان طيلة الفترة الماضية بالصوت وبالصورة يظهر قتله وعمليات
عمليات اغتيال يقوم بها. اليوم الناطق بما يسمى بعملية الكرامة يكتشف بأن من قام بذلك هو المسلي. هم يفعلون ذلك يريدون أن يهموا ويلبسوا أكثر على الناس بأن هذه الأعمال الشنيعة البشعة من يقوم بها هم الإرهابيون الذين يستهدفون أم البنغازي، وربما بالدرجة الأولى يعني حسب نظري هي نتيجة هذا الفعل المجرم، يعني حقيقة لأجل صرف الناس عما حدث يوم الخميس وعما يحدث الأيام الفاتت التي تبين عجز الكرامة أو ما يسمى بمعسكر الكرامة على بسط الأمن، وهناك حالة من التشدي سواء بما يسمى بمحمود الوصلي أو بالحراك الذي بدأ يحدث لشباب العوقير. بهذه الفعلة الشنيعة وبهذا التفجير تصرف الأنظار على هذه الأحداث ليلتفت الناس إلى هذا الحدث، وحقيقة هو أمر مؤسف جدا جدا، يعني لم يحدث في تاريخ بنغازي أني كما أعلنتم من قبل يعني منذ قليل 3 قتلى 72 جريح، ومن قبل كان مثل هذا التفجير. يعني طيب يعني هل يعني نفهم من هذا الكلام أن الكرامة فقط هي من توجه لها أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات، يعني لا توجه مثلا لخلايا نائمة أو لأشخاص لديهم أجندات خاصة مثلا عكس ما تريده الكرامة؟ بالتأكيد حتى ولو أردنا يعني أن نبعد مسؤوليتها عن ذلك، لكن لن نستطيع أن نبعد مسؤوليتها عما نعلن عن التحرير غير منقوص وأعلن مسؤوليتهم عن بسط الأمن. اليوم بنغازي تستهدف في مساجدها، وحالات القتل والضعف موجودة في بنغازي، أين من راهنوا على مؤسسة ما يسمى بالجيش وأنها ستحمي بنغازي وتحقق الأمن؟ يعني إذا أردت أن نحدد نوع من المسؤولين بالتأكيد هي مسؤولة بالدرجة الأولى عما يحدث. على البنغازي ربما أن ينتبهوا لهذا الكلام الذي قلت. أشكرك جزيل الشكر السيد فرج المجبري المحلل السياسي من مدينة بنغازي.